علي الوزير جد وطن. بص يا فاشل، الدكتور محمد مرسي حاليا دلوقتي هو بيتابع مؤشرات الفرز فين، يعني هل هو في منزله ام هنا في مقر الحمله او يعني؟ أنا أعتقد أنه الدكتور محمد سيظهر عندما تعلن النتائج إن شاء الله النهائية للجولة الأولى، كان موجود هنا في مقر الحملة. أنتوا عارفين أن هنا المقر الإعلامي للحملة، ولكن هناك أكثر من مقر للحملة تتابع، كل في مقر قانوني، في مقر رصد التصويت ومؤشرات التصويت، في مقر معالجة المشاكل الميدانية على الأرض. هو يتنقل بين هذه المقرات كلها، واعتقد انه كما يعني هو معروف يراقب ويتابع، ولكن هو لا يعمل، نحن لا نعمل بصوره فرديه، نحن نعمل فريق عمل واسع ومنتشر في كل مكان. تفضل. تفضل. سؤالي، ما ردكم على البلاغات التي تقاسمت بها كل الحملات الانتخابيه من المرشحين الاخرين لحمله دكتور محمد مرسي باختراق الصمت الانتخابي او اختراق فتره السقوط عن الدعايه الانتخابيه، وايضا ما صحت الاخبار التي وردت ان حزب الحريه والعداله دفع كفاله لإخراج أحد أعضائها الذي اتهم برشوة الناخبين. شكرا للسؤال. أجدد ما قاله أخي الدكتور عصام العريان، أن ما نحن فيه اليوم من اختيار حر لأول رئيس مصري هو أحد مكاسب هذه الثورة، وذكرت لبعضكم اليوم صباحا حينما ذهبت لأدلي بصوتي في اليوم الثاني تنسيقا مع حملتنا الانتخابية، وجدت بعد خروجي من تأدية واجبي الانتخابي برجل يجلس على رصيف يبكي، فسألت عن سر بكائه فنظر إلى إصبعه الذي انغمس في الحبر وقال لي لعل هذه القطرة من الحبر كان مقابلها قطر الدم، فأعتقد أن كل قطرة حبر كان مقابلها قطر الدم المصري عشان يتمتع باختيار رئيسه بشكل حر لأول مرة. أنا بأجدد التزامنا اللي انتوا شفتوه في مسألة الصمت الانتخابي، وكانت رسالة حملتنا واضحة لكل أبنائها باحترام القواعد القانونية التي يجري بموجبها العملية الانتخابية. وكما رأيتم بالأمس أن هناك حالات انتحال وادعاء لأشخاص وفتيات وسيارات تدعي وصلا ونسبا وقرابة أو أنها مكلفة من قبل الحملة بمثل هذه الخروقات، لكن حينما تم مطاردة هؤلاء تم تحرير مذكرات لهم وتسليمهم للشرطة، لأننا كنا مصرون على احترام هذه القواعد. وكما قلنا مع هذا الاحترام قلنا أن أي واحد يدعي أنه من هذه الحملة ويمارس أي خروق أو انتهاك لهذه الحملة على المواطنين أن يتعاملوا معه تعامل قانوني تام، ونحن نرحب بأي عقوبة تصدر على أي شخص من المتعاطفين أو من أنصارنا إن كان هذا حقيقة قد اخترق هذا الحظر، ونعتقد أن هذا غير موجود. بل العكس، شفنا اليوم في الشرقية مجموعة من البلطجية قاموا بالاعتداء على 3 من أنصار حملة الدكتور محمد مرسي، أحدهم مصاب بجرح قطعي في الرأس وهو الآن يجلس في غرفة العناية المركزة. فنجدد دائما أن هذه التجاوزات في هذه الحملة من كافة المرشحين والمنافسين كانت في معظمها أخطاء إدارية أو أخطاء فنية، لكن كما تابعتم معنا أن هذه الأخطاء أقل بكثير من الأخطاء السابقة في الحملة البرلمانية، مما يؤكد أن الشعب المصري يزداد عمقا في الممارسة الديمقراطية، وأنه مؤهل لديمقراطية لا تقل عن الديمقراطيات العتيقة في الدول الغربية. شكرا. عرف دكتور عصام. يمكن الكلام ده مش سابق لأوانه، بس حضرتك قلت نحن نثق ان الدكتور مرسي سيكون بعد 80 سنة من العمل تحت الأرض دلوقتي كان تتحكم في الأغلبية في البرلمان وتبقى متجهة إلى حضرتك عارف إن ناس كتير عاملين حملة ضد الوصول والتحكم بالإخوان في السلطة التنفيذية والرئاسية في نفس الوقت.
ثمانية ورقتين. تفتكر اولا هترد عليهم ازاي دلوقتي؟ وثانيا تفتكر ده تأثيره ايه على الحركة على الجماعة نفسها بعد خروج المعارض الاساسي الى شكرا جزيلا. اعتقد ان لابد من تصحيح معلومة في الاول تاريخية. 80 سنة من العمل فوق الارض، ولما كنا بندخل السجون كنا بنشتغل برضو جوه السجون فوق الارض، لم ندخل تحت الارض في يوم من الايام ابدا، كنا ولا زلنا وسنظل فوق الارض ثابتين ان شاء الله بمشروعنا وبخطتنا ومنهجنا. الامر الثاني انه لا شك انه تحول مصر الى بلد ديمقراطي بيلقي مسؤولية كبيرة على القوة التي تقود عملية التحول الديمقراطي، وهذه القوة تحتاج بعد عون الله سبحانه وتعالى إلى مساعدة من كل القوى السياسية والحزبية التي ارتضت الخيار الديمقراطي، وعليها أن تتبنى أن تبني قوتها على الأرض من أجل أن تكون في موقع القيادة في يوم من الأيام، ثم معاونة من كل الشعب مجتمعا وإعلاما ونقابات وجمعيات حقوقية وغيرها من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تتيح للناس تداول حقيقي للسلطة، وأن تكون الأمة هي مصدر السلطات فعلا، وأن تكون الإرادة الشعبية هي الإرادة الغالبة. المشكلات الحقيقية لا تتمثل في وجود الإخوان من صف معارضة إلى صف سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية، المشكلة الحقيقية والتحدي الحقيقي أن نتحول كمجتمع إلى مجتمع ديمقراطي، مجتمع حر، إلى مجتمع يحترم التنوع والتعدد في الآراء والتوجهات والأفكار والبرامج. المشكلة الحقيقية أن نعالج الآثار، والتحدي الحقيقي أن نعالج الآثار العميقة لغياب الممارسة الديمقراطية ليس فقط لستين سنة، لأكثر من 125 سنة في مصر من قبل الاحتلال الإنجليزي ما يصل إلى مصر، والمصريون يعانون من غياب الحياة الديمقراطية، من تغييب إرادتهم، من نهب ثرواتهم على مدار هذه العقود المتواصلة. هذا هو التحدي، وأعتقد أن احنا إذا حزنا ثقة الشعب فهو ثقة بتحملنا مسؤولية للقيام بواجبنا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة. الجزء الثاني هي إحساس بالمسؤولية، إحساس بالتبعة الثقيلة، جميل كبير جدا وثقة كبيرة جدا بيطوقنا بها المصريون وينتظرها منا العرب وبقية أنحاء العالم الثالث والإسلامي بالذات منه، أن نكون قادرين على إخراج مشروع حقيقي بنعمل على إنجازه من 80 سنة، حلم حقيقي يحقق للمصريين حقهم في نظام، في دولة حرة مستقلة ديمقراطية بتراعي البعد الاجتماعي في كل سياستها، في وحدة عربية حقيقية، في تكامل وتعاون على المستوى الإسلامي والإنساني بين كل شعوب العالم. ده حلم كبير جدا جدا، هياخد عقود طويلة جدا ومسؤولية ثقيلة. أعتقد أن المصريين قادرون على تحمل أعباء وليس الإخوان المسلمين فقط. بني أشرف من قناة المحور، آخر سؤال بقى فضل يا بنتاجي، لو سمحت، إذا حصلت النتائج بفوز السيد عمرو موسى أو الفريق أحمد شفيق، ما موقفكم أمام تلك النتائج خاصة وأنتم شهدتم دلوقتي أو شهدتم بنزاهة الانتخابات؟ أنت متخصص أحمد شفيق وعظيم تخصصك. يعني ليس من الطبيعي أن نجيب عن الأسئلة الافتراضية، وخاصة إذا كانت أسئلة افتراضية هي في تقدير الجميع أقرب إلى الاستحالة. يعني قررنا وقلنا ونعيد التأكيد على أننا نرتضي العملية الديمقراطية بقواعدها الصحيحة السليمة النزيهة الحرة بنتائجها التي تنبني على هذه القواعد الصحيحة السليمة الحرة، وبالتالي أظن يستحيل أن نجمع بين عملية انتخابية حرة سليمة يشارك فيها الشعب المصري بعد الثورة المجيدة اللي قدم فيها آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين ضد نظام قرر الشعب المصري إنهاء وجوده لبناء نظام جديد، ثم تسألين عن افتراض لعله من خارج الكوكب عن احتمال نجاح
من قامت الثورة في مواجهتهم. يعني كنا نتمنى أن ينعقد هذا المؤتمر بعد نسبة مقدرة كبيرة من النتائج لنتحدث عن الواقع، وهذا ما يعني سنواصله معكم خلال الساعات القادمة حتى تعلن النتائج بمؤشراتها القوية الأولى ثم النهائية لنتحدث عن واقع. لكن أؤكد أن الإنجازين الكبيرين اللذان نحتفي بهما الآن ولعلكم تشاركون هذا، فهو الأول هو انتصار إرادة الشعب المصري بدماء شهدائه التي حددت موعد تاريخ 23 و 24 مايو كمواعيد لإجراء الانتخابات، وهذا تم بفضل دماء الشهداء في أحداث كان الحديث قبلها عن احتمال تأجيل الانتخابات ل 2013 وما بعدها، وتذكرون هذا جيدا. الأمر الثاني أن تلك اللحظة التي يتابع فيها العالم أجمع النتائج المصرية الآن ثانية بثانية في كل قرية ونجع ومدرسة في كل محافظات مصر على الهواء مباشرة، النتائج معلنة بمحاضر فرز تسبق حتى إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتائج، هو بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل برلمان حاصر أي احتمالات لعملية التزوير أو التلاعب أو التدخل في العملية الانتخابية. طيب الزميلات والزملاء، أكيد أنتوا عايزين تتعرفوا على النتائج، والأساتذة قيادات الحزب معانا إن شاء الله للصبح، إحنا موجودين بالفعل للصباح، وهنعرض على حضراتكم كل نص ساعة الجديد الذي يصلنا، لكن نستسمحكم نعرض الآن الدفعة الأولى من اللجان التي وصلتنا حتى الآن والتي عددها يزيد عن 200 لجنة، مع الزميل الدكتور أحمد عبد العاطي منسق حملة المرشح الرئاسي الأستاذ الدكتور محمد مرسي. الدكتور أحمد عبد العاطي هيعرض على حضراتكم النتائج ثم نوالي العرض إن شاء الله. السلام عليكم. اسمح لي حضراتكم في البداية أن أنا أشرح طريقة التعامل مع هذه الجداول اللي هتكون مطبوعة ومرئية بالنسبة لحضراتكم كل نصف ساعة. سنعرض في هذه الجداول كل نصف ساعة إجمالي عدد اللجان أو عدد الصناديق التي فرزت بالفعل. أشكركم يا جماعة، هنتقل إن شاء الله بعدين. وسنعرض أيضا في هذه الجداول النتيجة بعدد الأصوات لكل المرشحين كما هي في استمارة التصويت. أيضا سيكون لنا بيانات على كل فترة تعرض نتائج اللجان العامة ثم تعرض إجمالي المحافظة. عندما تجتمع لجنة عامة سنعلنها منفردة، وعندما تجتمع محافظة كاملة سنعلن كل محافظة كاملة. كل نصف ساعة هيعرض جدول زي المعروض أمام حضراتكم في اسم المحافظة، عدد اللجان الذي تم فيها الفرز وأعلنت النتائج أمام كل المندوبين في هذه اللجان. لن نخرج رقما لم يتم إعلانه داخل اللجنة، فنحن نتحرى الدقة والمصداقية كما أعلن داخل اللجان، ولكن نسهل المهمة على حضراتكم في أننا نعطي نتائج إجمالية دورية كل نصف ساعة. المرشحين كما هو ترتيبهم في استمارة التصويت من 1 إلى 13، ثم إجمالي عدد الأصوات التي أخذها في كل محافظة دون الدخول في تفاصيل اللجان التي تصل إلى أكثر من 13,000 لجنة. أرجو أن تكون الجداول التي ستمد بها في صورة إلكترونية وفي صورة مطبوعة واضحة وكافية لتجيب على أسئلة حضراتكم بالنسبة للنتائج. هل يوجد أي استيضاح حول هذا الأمر؟ إجمالي اللجان المعروضة أمام حضراتكم الآن 236 لجنة من 13,100 لجنة. أنا أريد أن أشير أن هذا البيان أثناء تجهيزه للعرض على حضراتكم بيكون هناك عدد أكبر من اللجان قد تم الحصول عليه، وبالتالي لذلك إحنا عملنا فاصل كل نصف ساعة حتى يتم الخروج بنتيجة جديدة.